السيسي يؤكد ضرورة الدفع بمبادرات لدفع النمو الاقتصادي في مصر. القاهرة تستضيف اليوم المؤتمر العربي الدولي 15 للثروة المعدنية. والمبعوث الأممي يلتقي اليوم مسؤول الحكومة اليمنية في الرياض. الواحدة بعد منتصف الليل 11 بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الدفع بمبادرات خلاقة لمواجهة التحديات العالمية ودفع النمو الاقتصادي تحقيقا لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وخلال تفقده عددا من أجنحة معرض القاهرة الدولي للاتصالات الخاصة بالجهات الحكومية المصرية، بالإضافة إلى بعض صالات عرض الشركات الخاصة، اطلع الرئيس على أبرز جهود المؤسسات الحكومية في إطار خطط الدولة المكثفة للتحول نحو حكومة ومجتمع رقمي متكامل، وجهود الارتقاء بالخدمات المقدمة من شركات شبكات المحمول وأحدث تقنيات الجيل الرابع. تستضيف القاهرة اليوم فعاليات المؤتمر العربي الدولي 15 للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، ويعقد المؤتمر على مدار 3 أيام برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول تحت شعار الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي، ويشارك في المؤتمر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح. وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البحرين في إطار جولة إقليمية تشمل عددا من الدول العربية، وكان في استقبال بن سلمان بمطار قاعدة الصخير الجوية الملك حمد بن سلمان بن عيسى الخليفة ملك البحرين، وأجريت لبن سلمان مراسم استقبال رسمية. هذا ومن المقرر أن تشمل الزيارة إجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين وتطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية. يبدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، وقالت بعثة الأمم المتحدة باليمن إن جريفيث سيلتقي اليوم مسؤولين في الحكومة اليمنية في الرياض، حيث يقيم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وعدد من الوزراء اليمنيين. ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام ستعقد مطلع ديسمبر في السويد. أغلق حرس الحدود الأمريكي أحد أهم المعابر الحدودية مع المكسيك، والذي يستقبل معظم المهاجرين الراغبين في الحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة. وكانت تقارير قد تحدثت عن محاولة مئات المهاجرين القادمين من دول أمريكا الوسطى عبور الحدود باتجاه الأراضي الأمريكية، محاولين اجتياز المعبر الموجود في ولاية كاليفورنيا، حيث أكدت السلطات اتخاذ إجراءات مشددة لعدم عبور أي من المهاجرين. أعلنت السلطات الأمريكية سيطرة رجال الإطفاء بشكل كامل على الحرائق التي تسببت في أكبر عدد من القتلى وأعلى مستوى من الدمار في تاريخ كاليفورنيا. وأوضحت هيئة إطفاء الحرائق في الولاية أن الحريق الذي اندلع في 8 من الشهر الجاري تمت السيطرة عليه بنسبة 100% بعد أن أودى بحياة 87 شخصا وفقدان 249 آخرين، كما ألحقت الحرائق أضرارا بأكثر من 62 ألف فدان من الأراضي. كان هذا موجزا لآخر وأهم الأنباء. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.